السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. مقطع جديد بداية سنة 2024، مقطع خفيف سوالف، بما إنكم يعني تحبون أنتم السوالف وكذا، فحبينا نسولف عليكم شوية، نقول لكم إيش سوينا في 2023، إيش الأشياء اللي صارت لي، إيش الأشياء اللي جربتها، إيش استفدت منه، يعني ممكن إني أقدر أفيدكم وفي نفس الوقت سوالف وكذا، فاهمين؟ أعطيها التكية. أوكي، أول شيء سنة 2023 كان سنة جميلة جدا، نزلت فيها محتوى منوع، رفعت جودة المقاطع أكثر، إن شاء الله أنكم يعني انبسطتم بالمقاطع وبالمحتوى. صح أنه مو كل اللي في راسي قدرت أني أسويه، بس أحس أني يعني سويت حاجة حلوة، وإن شاء الله سنة 2024 راح أسوي حاجة أقوى بكثير. الصدمة في الموضوع انه انا ترشحت لجائزة افضل صانع محتوى في جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، بس اتوقع انه قفل التصويت وقت نزول هذا المقطع، وترشحت في جوي اووردز. تخيلوا ان جائزة جوي اووردز رشحوا يوتيوبرز كثير، وانا ما تكلمت مرة ولا قلت يا شباب صوتوا لي ولا اي شيء. بعد فترة سووا فلتر، يعني طلعوا اكثر اربعة يعني صوتوا لهم الناس، وانا كان واحد منهم، وانا ما قلت ولا تكلمت ولا قلت يا شباب صوتوا لي ولا اي شيء. فشكرا، يعطيكم العافية لكل شخص صوت لهذه الجائزة. وبما انه يعني جيبنا التوب فور بدون ما نتكلم، يعني اعطونا التوب ون، فراح احط لكم يا جماعة رابط التصويت. مرة سهل، تحمل تطبيق جوي اووردز وتسوي حساب وتدخل تلقاني افضل صانع محتوى، تعطيني واحدة تصويت كذا، وان شاء الله بداية سنة 2024 جائزة افضل صانع محتوى بندريتا كذا بداية السنة، حافز كبير مرة. فكلكم صوتوا لي شباب قبل ما ينتهي التصويت، ادخلوا من الرابط اللي تحت صوتوا لي، وان شاء الله اننا نفوز، وبالتوفيق حتى لكل المرشحين. اي واحد يفوز يعني بارد على قلبي زي ما يقولوا، لأنه في النهاية كلهم أخواني، واليوتيوبرز كلهم ما قصروا وتعبوا ويستاهلون كلهم هذه الجائزة. فالمهم الآن صوت لي وبعدين. وهي صح، وصلت برضو 14 مليون مشترك، إن شاء الله أنه المحتوى عاجبكم، وصدقوني إلا في راسي يعني أشياء كثيرة مرة، وإن شاء الله أني أقدر أسويها كلها في 2024. طيب، أول شيء اليوم إحنا 1 أو 2 يناير على حسب متى ينزل المقطع، وبكذا مرة على مقطع قصة بندريتا سنة كاملة. خلونا نتكلم شوي عن هذا المقطع. مقطع قصة بندريتا وصل ل 10 مليون مشاهدة، أكبر ضغط في الحياة، الكل تكلم عن هذا المقطع. طيب بندر، هل ندمت انك نزلت المقطع؟ ما ندمت صراحة. المقطع هذا انا كان مفكر اني انزله من قبل سنتين، بس ما كان يعني عندي الشجاعة الكافية اني انزله، لانه في ايجابيات وسلبيات، فاهمي؟ وبرضو المجتمع لسه مو متثقف مرة عن يعني الصحة النفسية، وممكن يعني يضرني أكثر من إنه يفيدني، فاهمين؟ فجلست متردد سنتين عشان أنزل المقطع. طيب يا بندر، هل هو أكثر مقطع ندمت عليه؟ أيوه. بس خلنا نشرح لكم. أحلى حاجة في اليوتيوب بالنسبة لي إن أنا رحلتي من البداية إلى النهاية معاكم، وأي شيء يصير لي دائما تلقوني أقول لكم وأستفيد من نصائحكم وأتعلم في الرحلة هذه، فاهمي؟ فاكتشفت في الرحلة هذه الصراحة إنه غلط إنك تبين ضعفك للناس، هذا أول شيء، لأنه هو يفيد مرات، بس في نفس الوقت في ناس ممكن إنها تذلك على ضعفك، فاهمي؟ إديتور أي كلمة فاهمين فاهم قصها عشان ما يذلونا زي البودكاست ذاك، يعني فاهم. هي كانت مرحلة ضعف وشاركتها معاكم، البعض استغل هذا الموضوع وذلني عليه، وأنا يعني كان عارف المخاطر الصراحة حق هذا المقطع وإيش ممكن يعني يصير. فالإيجابية والسلبية، السلبية هذه أنا أذكرها لكم، إنه تبين ضعفك للناس، في ناس تستغل هذه النقطة فتذلك عليها، حتى لو صرت عمرك 60 يقول لي تذكر ذاك اليوم يا أمك كنت مكتئبة كذا، هذه الحياة عادي، خلاص تعلمت هذا الشيء، هذا الشيء جديد تعلمته في حياتي. من الناحية الثانية الإيجابيات مرة كثير، أول شيء كثير مرة 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 استفادوا وما كان يعرفون عن هذا الموضوع واستفادوا منه، وكان عندهم مشاكل وراحوا حلوها، هذا أول شيء. الشيء الثاني، المساعدة اللي أنا قدمتها في الفيديو ساعدت 500 شخص، هذا بس من المساعدة، فما بالك الأشخاص اللي يعني، وكان بس في جيزان، أتوقع كان في عن بعد ذا، بس يعني في منطقة صغيرة، فما بالك بالناس اللي بعد المقطع راحوا ويعني تعالجوا وكان في عندهم مشاكل من فترة طويلة وتعالجوا منها. كمية الرسائل اللي توصلني وشكرا وشكر وأدعية، وكان مرة مرة كثيرة ما قدرت حتى أني أقراها كلها.
فهنا الإيجابيات أكثر من السلبيات. صح أن السلبيات تطول، وإلى هذا اليوم يكتبون ثريد مشاهير عانوا من الاكتئاب. أنا ونايف حمدان يا أخي، نايف حمدان يطاردني في كل حاجة، مو طبيعي نايف، أرحمني. وزي ما قال هو، إما أنا ولا هو ينجلد. فأنا ونايف حمدان بلعنا، يا ليت أننا ما فضفضنا من الآخر، يا ليت أنك ما فضفضت. بس إنه يعني حسب الإيجابيات إنه ساعدت ناس كثير مرة، لكن خلاص ثريد. والله يا جماعة ثريد قبل يومين من تصوير هذا المقطع، وانا شايفه مشاهير عانوا من الاكتئاب، حاط صورتي وانا كذا ابكي، ونايف حمدان وهو كذا، هذا وضعنا. حتى ارسلت لنايف حمدان، قلت دقيقه، ارسلت لنايف حمدان الثريد، قلت له يا اخي هذه لعنتنا الجديده، خلاص بدل اربع صور هذاك مشاهير اتفقوا على احبهم ما ادري ايش الا واحد، هذا الترند الجديد. قال لي هذا المحشش اللي تاب وخلوه يقول قصته في كل مسجد. لكن زي ما قلت لكم الإيجابيات كان أكثر من السلبيات. المقطع الصراحة أنا فيه كذبة واحدة كذبت فيه للأمانة، هذه أعترف فيها، خلاص قررت أن أعترف، وإن شاء الله أن ربي يعني سامحني على الكذبة. إنه أنا جيت المقطع وقلت لكم القصة كاملة وكل شيء كان صدق، إلا آخر شيء قلت لكم إنه شباب وأنا أبشركم تعالجت أموري طيبة وبدري إيش، وأنا كذاب. أنا قبل تصوير المقطع جاي من عند الدكتور، قال لي يا ولد أنت وضعك صعب، دبل الجرعة، كتب لي الوصفة، طع كذا، رجعت طبعا استشرته، قلت له أبغى أنزل المقطع وكذا، فقال لي طبعا هذه الكذبة بمساعدة الدكتور، أي معليش يا الدكتور أفضحك أنا. قال لي لا تبين لهم إنك تعبان وكذا عشان ما يذلونك، وما قلت إني تعبان وانذليت إيش. فدقيقة خلوني يعني هذه الصراحة، لكن أبغى أشرح لكم إيش الأشياء اللي صارت لي في 2023. صدقوني فيها يعني أشياء إيجابية مرة كثير، ويعني أشياء مرة حلوة. فزي ما قلت لكم هذا المقطع وخلاص تكلمت عنه بكل صراحة وبكل شيء. بعد هذا المقطع يعني كملت الكورس حقي طبعا، وكان مدة 9 شهور حاجة زي كذا، وأخذت إجازة ريحت فيها عشان أرجع طاقتي متجددة لليوتيوب والمحتوى وكذا. خلصت الإجازة، رجعت طاقة جديدة، نزل مقاطع، أموري طيبة، خلاص طبعا متعودة أنا لسنين على هذا الموضوع. فجلست أنزل مقاطع، أحاول أنوع يعني المحتوى، أحاول يعني أسوي أشياء كثير. بعدين قررنا أنا والشباب أننا نسافر اليابان. واحدة من الأشياء اللي تعلمتها في 2023 واللي ما أدري كيف ما استغليتها الصراحة زمان، إنه السفر علاج من الآخر. مع أنه كل الناس تقول وكل شيء، بس أنا يا أخي ما أدري أفهم النصائح متأخر ولا أستوعبها متأخر، ما أدري، بس إن السفر علاج. فاللي يمدي سافر يا جماعة، ضروري إنك يعني تسافر، بس يعني مو كل شوية طاقة لي سفرة لا، يعني ترتبها، حاول انك تسافر بس انه ترتبها بطريقة كويسة. سافرت اليابان. اليابان طبعا حلم حياتي من وانا صغير، ابغى اسافر اليابان، وكان احلى سفرة في حياتي الصراحة. يعني كل شيء ابغاه يا ولد، انمي كذا في كل مكان، يتمشون انمي. يعني اليابان كان مرة حلوة، جلست فيها 20 يوم، انا ما قد سافرت هذه المدة في حياتي. اليابان الصراحة كان مرة حلوة، وكان فيها أشياء كثير، وانبسطت مرة كثير، وغيرت جو، وصورت لكم فلوقات، حتى توقع نزلت 5 مقاطع كذا، اللي ما شيك عليه شيك عليها. ويعني الصراحة كان سفرة رهيبة مرة. طبعا في شخص تعرفت عليه، ما أدري إذا يبغاني أقول اسمه ولا لا، بس في شخص تعرفت عليه أنا في اليابان، وهو كلمني في نص السفرة إنه يا بندر أنا، يعني هو أكبر مني يمكن 10 سنوات كذا، كلمني وقال لي بندر شوف انا شفت مقطعك حق قصه بندريتا، واحس انه انا عندي حل ممكن انه يفيدك تستفيد منه، وممكن لا. انا عن نفسي هذا الحل افادني مره كثير، انا مريت بالتجربه حقك، يعني بكم تجربه يعني، ومريت بالاكتئاب وغيره، وبالنسبه لي هذا كان حل مره حلو. فاذا ودك انك تجرب هذا الحل انا موجود، اذا ما تبغى انا متفهم. فقلت له طيب ايش الحل اللي انت تقترحه؟ قال لي شوف، انا عايش في اليابان سنين طويله، انا مريت بضغوطات كثير، بعيد عن اهلي، وضغوطات عمل ودراسه واشياء كثير. فانا يعني عندي عائله يابانيه، عندي ام يابانيه، هذه الام اسطوره، هي ساعدتني اتخطى كل مشاكلي. قلت له طيب يا الغالي انا ما افهم ياباني. قال لي لا ما عليك، انا عندي الموضوع، انا راح اكون المترجم الخاص فيك. فجلست الصراحه في السفر افكر في الموضوع، هل اروح ما اروح، متردد. حتى جت نهايه السفر، اخر
يومين أتوقع آخر يومين أو آخر يوم يعني حتى كلمت الشباب قلت لهم أنا عندي مشوار ضروري راح وراجع يعني حتى الصراحة ما قلت لهم. والشباب اللي كانوا معاي في السفرة ما يعرفون السالفة هذه اللي أنا أقولها لكم حرفيا راح يعرفونها من المقطع لأنه كان هذا سر سر ما حد يقول ما 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 حد يدري عنه يعني. فقلت يلا نتوكل على الله ونروح. في النهاية هي جلسة شخص كبير في السن تجلس معه تتكلم معه شوية ممكن انه يفيدك بحكم عمره وتجاربه في الحياة ممكن انه يفيدك ليش لا. فوالله نحرك انا والرجال ونوصل بيتهم. ادخل بيت الام كذا استقبلتنا هي والاب والاب طبعا اذكر والله يا ولد كأنك في انمي ترى اليابان عبارة عن انمي الانمي هم حطوا حياتهم. فجلست والله الأم جلست وأعطتها هذه التكية أعطتها عمرها 80 تكي كذا ما شاء الله ما شاء الله عليها ما شاء الله تبارك الله أعطتها هذه التكية كذا. والأب يا جماعة جالس في كنبة وعنده كلب أعمى الكلب أعمى يا جماعة جالس كذا كذا إني ما أقول لكم. فجلست معاها طبعا تتكلم لي ياباني بعدين الشخص يشرح لي الكلام وأنا أفهم وأرجع أرد للمترجم وهو يشرح لها. الرجل طبعا هذا قال لي الأم أنت بس أجلس معاها سولف قل لها إيش الأشياء اللي مضايقتك مثلا ممكن تقول لك قصتها ممكن لا ما تدري بس إنه أنا أحس أنها تقدر تفيدك لكن مو شرط. فقلت له أوكي. طبعا بدأت أتكلم معاها بدأت أتكلم عن تجاربي بدأت أتكلم عن الأدوية اللي أخذها بدأت يعني أفضفض بدأت أتكلم وهي كل سؤال تجاوبني عليه وكان أجوبتها مرة حلوة وأحسن شي فيها أنها تعطيك مثال من الطاولة اللي قدامها يعني تعطيها كذا تقول لك مثال هذا المنادل هذا اعتبره زي الحياة هذه تأخذ فاهمين يعني كذا وتعطيك شيء منطقي مرة هذا المصيبة يعني فاهمين. جلسة تتكلم كثير وفادتني في أشياء كثير بس الصراحة الكليك اللي كذا نغز قلبي لما حكت قصتها يعني قالت لي أنت يا بندر فيك اكتئاب كم عمرك 25 عمري 80 مريت تجارب أسوأ منك مليون مرة لما حكت قصتها خلتني أنا صندل يعني من الآخر إنه قصتك هذه ولا حاجة. لما أحس إنه أكثر حاجة مفيدة إنك دائما تسمع معاناة الناس الثانية فتستوعب مرات إنه أنت ولا شيء يعني إذا هذا الشخص عانى مرة كثير وقدر يتخطى مين أنت يعني وقصتك ولا حاجة تقدر بسهولة يعني فاهمين. فدائما عشان كذا يقول لك يعني انه دائما تنظر للاشخاص اللي حالتهم اسوا دائما فهمتم الفكره. طيب ايش قصتها يا جماعه مره حزينه حرفيا كذا يعني اول ما قالت شوف انا ولدت في الشارع انا في حياتي ما عرفت بيت اصلا انا وامي واختي احنا في الشارع الاب سحب علينا ما اعرف ابويا ما اعرف ولا شيء انا زي ما قلت لك انا واختي وامي عايشين في الشارع أكبر هم لنا إيش أكلة اليوم اللي راح ناكلها يعني هذا هدف الحياة عندنا الهدف الأساسي ما أفكر ولا في أي شيء ثاني حرفيا أبغى بس أكل الأكل اللي أنا ذحن أدخل أي تطبيق أطلب ولا أفكر في هذا الشيء مرة ويوصلني لين بيتي يعني حتى ما أطلع أنا يعني أكبر همي أكله أكلها بس لليوم عشان ما أموت من الجوع. فأول ما قالت لي كذا يعني صدعت يعني قالت لي أنا عايش في الشارع حياتي كلها عرفتها في الشارع تقول لي وأنا صغيرة أختي كان أصغر مني كان كل مرة نتنقل يعني في من شارع لشارع كذا نشوف نحاول نلقى أكل طبعا الأكل كله يدورون من الزبائل يحاولون إنهم يلقون أكل لو في أكل يعني واحد رمى الأكل الزايد هذه نعمة من الله جت يعني أقوى أكلة راح تنزل اليوم فكله من الزبائل. فيوم من الأيام تقول لي احنا كان في محطة القطار وأختي الصغيرة جالسة تلعب أختي الصغيرة وهي تلعب نزلت على محطة القطار وفجأة يجي قطار وبوف يشيل أختها الصغيرة يشيلها شيل خلاص الجسم اختفى ما هو موجود قطار صدمها يدورون ما في جثة خلاص ما لقيوها ما يدرون فين الشيء الوحيد اللي لقيوه الصندل حقها تخيلوا صندلها هذا اللي اختفت البنت خلاص راحت توفت وتقول لي شلنا الصندل أنا وأمي والله هذه القصة اللي تقولها تقول شلنا الصندل أنا وأمي ورحنا بعناه واستبدلناه بأكل حق أكلة اليوم لأن كان ميتين جوع ما نقدر نبغى أكل لليوم بس أكلنا يعني بدلنا الصندل في نفس اليوم حرفيا ما ندري إيش نسوي
يعني احنا من مصيبة لمصيبة ثانية، نبدل الذا وناكل أكل اليوم عشان نرتاح، وأكلت بكرة هذه هم جديد وخلى على ربك. فأنا سمعت القصة كذا تجننت يا جماعة، تقول لي والله يعني أموت مو والله بس يعني قل لي شوف أنا هذه قصتي، أنا ترى وهي نفس التكية اللي قلت لكم، قل لي شوف أنا ما دور تعاطف، أنا هذه قصتي وعادي وراضية بحياتي. بعدين تمر الأيام نفس الموضوع في الشارع، عايشين نظامهم ندور الأكل وخلاها يعني كذا، ما يدرون إيش يسوون. ويوم من الأيام أمها تموت وإيش من الجوع، ما حصلوا أكل، أمها ماتت من الجوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي بالله وانت تسمع ذي القصة تحس ان كل مشاكلك 0.001%. البنت صغيرة، لسه صغيرة يعني عمرها يمكن 13-14 حاجة زي كذا، امها تموت، باقي هي الوحيدة في الشارع، اختها اندعست، الاب ما يدرون فين، اختفى، حالتها حالة وفي الشارع. تقول لي انا خلاص هذه لما امي ماتت انا هنا دخلت المرحلة اللي انت دخلتها، الاكتئاب. انت دخلتي هذا؟ انت كيف حية؟ أنا من مشاكل بسيطة اندمرت، كيف تقول لي أنا في هذاك الوقت جاني اكتئاب وفكرت انتحر وفكرت وحاولت أكثر من مرة وفشلت، ما قدرت. بعد المحاولات الفاشلة كلها تقول أنا بديت قررت أنه خلاص أنا ذحين أبغى أعرف إيش هدفي من هذه الحياة، الحياة هذه إيش هدفي أنا فيها، إيش هدف كل واحد، إيش كذا. فبديت أدور لكتب في الزبايل، في يعني تروح مثلا مكتبة يعني أبغى كتاب كذا تبغى تقرأ. وطبعا هي تقول لي إن أمها يعني كانت تعلمهم القراءة وكذا، فكان تقول لي يعني أبغى أتعلم أستفيد من الحياة وإيش أعرف الحياة وإيش الهدف منها وكذا. فتقول جلسة سنين تقرأ الكتب، تقرأ وكل حياتها في الشارع. وهي تقرأ الكتب في شخص كان يداوم كل يوم، كان يشوفها وما يتكلم معها. وبعد مرة الأيام كان يشيك كذا، يعني يسألها مثلا يشوف كتاب، الكتاب هذا قد قراه كذا، يجي يسولف معاه شوية ويمشي يروح دوامه. تمر الشهور وهذا الشخص وهو مداوم خلاص صارت عادة انه يلقاها مثلا يتكلم معاه شوية ويمشي. بعدين يوم من الأيام جاء سألها قال لها انت دائما انا اشوفك هنا وكذا، فين بيتك؟ والله يا اخي يا الغالي كيف اصارحك بس يعني ما في بيت، هذا البيت. الزبدة ان هذا الشخص اعجب فيها وعارف يعني كل مشاكلها، عارف كل شيء. قلت له مين هذا الشخص، مين يا اخي ابغى اعرف؟ قالت لي والله شوف لو في راسك، شوف الكلب هذيك اللي عنده الكلب هذا يا الغالي، زوجها طلع خلاص يعني هو هذا الشخص اللي تعرف عليها وتزوجها. وطبعا زوجها كان يعني على قد حاله يعني، ها وسط مو مره غني يعني. لكن انا يوم ما رحت البيت كان واحد من افخم البيوت في اليابان، لكن انا يوم ما رحت البيت كان مرة محترم في اليابان، فيعني واضح إن ناس مبسوطة. على وقتها كان يعني عادي، بس الرجل ذحن يقول لك يعني مرة غني، والعجوز هذه مرة غنية. زوجها ونقلوا في بيت وكل شيء يعني بعد فترة يعني طويلة سنين وذا. فتقول لي أنا كان فيني اكتئاب حتى بعد ما تزوجت، وزوجي كان عارف لأن أنا ما أدري إيش هدفي من الحياة، كذا حسني بدون هدف. فجلست أقرأ 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 لين بعد 20 سنة. تخيلوا الصدمة إن بعد 20 سنة تقول لي بعد 20 سنة عرفت إنه في إله وإن الدنيا اختبار وإن لقد يعني أنا أختصر لكم إنه يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن هذه الحياة ما في شخص مبسوط، حتى الغني عنده مشاكل، لازم تصبر، لازم يعني تعرف إنه قضاء الله وقدره. الصدمة اللي أنا مصدوم منها إنها هي جلست 20 سنة تقرأ وإحنا تعلمنا هذه الأشياء كلها في الابتدائي واحنا صغار، كلها هذه نتعلمها في الإسلام من وانت صغير تعرفها وتكبر عليها. فأنا هذه كان أكبر صدمة بالنسبة لي، شخص في عكس الكرة الأرضية عكس المكان اللي أنا فيه جلس 20 سنة عشان يستوعب، وأنا تعلمتها وأنا صغير مرة تعلمت ذي كلها. بس يمكن عشان كذا أقول لكم هذه الاختلاف يعني، أو الكليك زي ما يقولون، إنه في شيء أنا تعلمتها بس يعني ممكن إنه ما استوعبتها مرة، بس لما تسمع شخص بعيد مرة وعانى وما يعرف لك لا إسلام ولا حاجة ولا يعرف أي شيء وتعلم ذا كله بدون الإسلام وكذا، يعني حتى تقول لي أنا احترم ترى الإسلام واحترم إنكم مسلمين، وأنا بالعكس كل مبادئكم يعني احترمها وأشوفها صح وكل شيء، وأنت تعلمتها في الابتدائي وممكن إنك ما استوعبتها، بس وبعد ما سمعتها من العجوز كذا الصدمة اللي يعني
او ماي جاد يعني تحتاج مرات كل انسان في النهايه يعني يضيع يعني يضيع ومرات لازم مثلا مرات تسمع قصه مرات في شخص يوجهك يرجعك على الطريق فكان صدمه بالنسبه لي فاهمين الجلسه جلست معاها تقريبا 6 ساعات العجوز قصصها ما تخلص والامثله حقها ما تخلص وتفيدك واسطوره كان رهيبه وتضحك وتستهبل معايا وكان كل ما اضحك كذا تقول لي يا اخي انت كيف فيك كيف انت مكتئب شوف ضحكتك كيف رهيبه ضحكتك رهيبه اسنانك حلوه انا عادي نبدل اسنان بعض كان تقول لي باشياء كثير هي موجوده عندنا من اول وقد قالوها كثير ناس بس انه ما استوعبتها فاهمي يعني من ابسط الاشياء انه ثق بنفسك لا تفكر كثير في الاشياء التافهه والسلبيه يعني انا مثلا افكر كثير فاذا في حاجه سلبيه لا تفكر فيها كثير يا خلاص انت نرجع الموضوع قضاء الله وقدر اي شيء ترى ربي كاتبه انتهى الموضوع قفل عليه ربي كاتب هذا الشيء يصير وصار وانتهى تجلس تفكر وانا والله لو سويت لو مدري ايش لو رجعت في الزمن لو انا هذا نظامي يعني مخي كذا خلك صريح مثلا يعني اي شخص مثلا انا في سنه 2023 بعد هذه خلاص صرت صريح مره اي شخص سوالي حاجه مو كويسه اجي واقول له اسمع ترى انت سويت حاجه مو كويسه بس انا ابغى اقول لك ترى هذه الحركه ما عجبتني فالصراحه كويسه بس انه لا تاذي فيها يعني احد مو تجي صريح بجيح يعني خليك صريح باحترام عادي يعني في النهايه تكتشف انه ترى مو كل الناس تعرف ايش في مخك يعني والله سوالي هذه الحركه يعني قصده كذا والله سوى كذا والله قال هذه الكلمه واضح انها دقه ترى في ناس تقول كلام وما قصدها اي شيء حرفيا اجي بعد ما صارحه يقول لي ترى والله ما قصدي ولا كذا وانا اسف وانا اعتذر وذا فما في احلى من الصراحه اي شيء صدقوني اي شيء يصير لك في الحياه خلك صريح باحترام حاجه ما عجبتك قول للشخص اللي قدامك والله ما عجبتني حاجه حسيت انه فيها ذا انت ايش قصدك تعال يا فلان ولا يجيك واحد مثلا يقول لك والله فلان قال عنك كذا وكذا 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 انا ما عندي خلاص صار الوضع تعال يا فلان اي روح للشخص اللي قال مباشره تعال انت قلت كذا وكذا وكذا لا انا ما قلت خلاص ما قال قفل على الموضوع قلت طيب ليش قلت ما حلوه كذا انتهى الموضوع خلاص اما نظام والله شوف فلان قال عنك ترى كذا والله فلان يكرهك والله فلان ما ادري ايش هذا كله خلاص ما عاد يهمني اجلس انا واراضي والله كيف يا اخي كيف واحد يكرهني ولا كيف ما اقدر انا حبيبي اغفط امها نومه ولا عاد همني عادي هذه الحياه ما في شخص ما في له يعني كارهين زي ما يقول لك ياسر يقول الدكتور ياسر يقول لك ما اي شخص لا يملك عداوات لا ليس شخص ما ادري بس يعني الاختصار هذا بس في نفس الوقت اللي استفدته انه ما يحتاج انه يكون لك اعداء يعني انا لا املك عداوات خلك انسان تمشي في هذه الحياة كذا أمورك طيبة ولا تفكر بشكل سلبي وإنه في هذا وهذا يبغالي السوء هذا يبغالي المدري إيش لا والله على نيتك ربي يمشي لك الحياة فأنت خلى نيتك طيبة بس وأمشي في الحياة ولا تملك عداوات خلك مرتاح البال اللي يكرهك واللي مدري إيش خلوا يا أخي خلوه راح يجلس يكرهك حتى يشوف انه انت اصلا ما تعطي وجه ولا فرقت معاك وتنام وتصحى وتكمل شغلك وامورك طيبه وايش استفاد ولا شيء بس كذا مع قهر وذا على الفاضي في النهايه يجي ضغط سكر يجي من القهر وانت ما فكرت فيه ايوه خلني اكمل لكم وايش الاشياء اللي زياده ايوه انه بندر يعني كنت تقول لي بندرسان طبعا كنت تناديني بندرسان قالت لي انه يعني جت فتره قلت لها مثلا انه يا اخي انا تعب انا اشتغل يا اخي 10 سنوات وانا كرف في ذا اليوتيوب والسوشيال ميديا وانا احب ذا الشيء وجتني فتره خلاص ما في طاقه للموضوع هذا تعبت احس اني يعني ابغى اوقف بس لو وقفت ايش راح اسوي هذا الشيء الوحيد اللي انا احبه يعني فكانت تقول لي حبيبي تعبت 10 سنوات دحين توقف دحين والله لا ما ادري ايش بعد ما قالت القصة خلاص ذلتني طبعا دحين توقف 10 سنوات ومدري ايش لا انبسط بحياتك ربي رزقك وامورك طيبة انبسط فعشان كذا بعد سفرة اليابان في سفرة تايلند وكان ابغى اسافر سفرة ثانية بس ما امداني كان في مقاطع كثير ابغى اسوي كذا بس يعني فتحت عيني على اشياء انه لو يمديك تسافر لو يمديك تروح تتعرف على ناس يعني كذا يعني شيء حلو مرة بالعكس ايش تعبت 10 سنوات ترى هذه مو بسيطة المهم فبعد ما خلصت القصة حقها قلت لها الله يعطيك العافية أوكاسان طبعا هي كانت تقول لي أنا الأوكاسان حقك يعني أمك اليابانية إن شاء الله أمي ما تشوف هذا المقطع وتغاني يعني هي قالت لي خلاص إيش سوي
يعني انا امك اليابانية، اي وقت تجي اليابان اي شيء تحتاجه انا موجوده. الاب نفس الشيء يعني كلمني وقال لي انت يعني احنا نعتبرك واحد من العائله، ترى زوجتي مو اي احد تحبه كذا، حبتك انت لانه واضح انك يعني نقي ويعني قلبك صافي ومدري ايش وكذا يعني، فواضح يعني عليك القبول. الحمد لله القبول من الله يعني، والحمد لله يعني والله اني ما امدح نفسي بس ما ادري ليش طلعت الضحكه. المهم فقالوا لي اي وقت تجي اليابان اي شيء تحتاجه احنا موجودين. قلت الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا وكرمكم الله على الضيافه، كثر الله خيركم. طبعا كرموني بايش، نزلوا لي حليب، نزلوا لي واحد حليب وفي في الطاوله بسكوت وانتهى الموضوع. عندهم نزل لك ذبيحه ومدري لا خلاص. فاخر شيء قالته لي قالته يا بندر ترى انت ذحين مره خلاص مبسوط ومتحمس وذا، ترى ممكن بعد ايام تنسى كلامي كله وترجع وضعك اسوا، بس حاول انك تتذكر كلامي، حاول تتذكر مثلا القصه حقي، حاول كذا وبالتوفيق يعني لك وكذا والله يوفقك وذا. خلاص ومشيت، سجلت الملاحظة حقها، سجلت كم حاجة اللي قلتها لكم يعني. بعد ما رجعت من اليابان قررت انه اول شيء اخذ علاج سلوكي زيادة. انا كان علاج السلوكي الصراحة مو مرة فيه يعني الامانة، كان اسحب دائما. قررت اني اخذ علاج سلوكي وقررت انه اسوي لي هدف جديد، وقررت انه اقسم وقتي بشكل مناسب بعد النصائح حقها وكذا، وقررت انه حتى اقسم دخلي. هذه الاربع الاشياء. فوقتها الشيء اللي ساعدني انه اول شيء لما قسمت وقتي كان مره مفيد لي، انه مثلا موضوع انه ايام الاسبوع خلاص هذه شغل، ايام الويكند هذه حتى لو عندك شغل لا تشتغل، انبسط فيها عشان ما تضغط على نفسك. يعني اشياء موجوده في الحياه ترى من اول، يعني الناس مقسمين من زمن جدي انه هذه ايام تشتغل فيها هذه ايام ترتاح فيها. بندر سبع ايام شغل، يلا شبط شبط، ايش فيك يا بندر؟ يعني اشياء موجوده بس انا ما استوعبتها، فاهمي؟ قسمت الدخل حقي انه يكون نسبه ثابته عائده على القناه وعلى المحتوى، تطوير المحتوى والمنتجات او الاشياء اللي اشتريها واطور فيها المحتوى، نسبه للاستثمارات بشكل عام، نسبه لمشاريعي عشان اتكلم لكم في هذا الموضوع، والنسبه الاخيره هذا مبلغ ثابت كل 3 شهور ينزل في حسابي ترفيه انبسط فيه. خلاص صار زي الراتب يعني عندي، فاهمين؟ ما اتعامل بهذا، لا راتب ثابت اخذه وكل 3 شهور يعني مثلا حطيت لي هدف انه كل 3 شهور مثلا اسافر، بس بعدين اليابان بعدين تايلاند بعدين ما امداني يعني. فيعني على حسب، كل ما يعني شفت انه مناسب اني اسافر وما في شغل كثير راح اسافر، فاهمين؟ استكشف الحياه، اشوف الثقافات وكذا. اتوقع وقتها جاء موسم الجيمرز، قابلت فيه المتابعين، سويت حاجة يعني من زمان مرة أبغى أسويها اللي هي بندر بطاطا. سويت بندر بطاطا، كان خايف لكن كان في نفس الوقت يعني واثق من الجودة اللي أقدمها. فكانت التجربة قبل ما أفتح فرع إنه يعني تجربة في موسم الجيمرز، مطعم صغير كذا خفيف على الزاوية، البطاطا اللي اخترتها مع الصوصات اللي اخترتها وكذا، وخلي الناس تجرب وتشوف، إذا مشى كملنا، ما مشى عادي، هذا البزنس تدخل أنت في خسارة وفي ربح. الناس كلهم عجبهم، الكل مصدوم، كيف ايش ذا بطاطا جديدة، ايش البطاطا حلوة، البطاطا مدري ايش كذا كذا. فحمسني هذا الشيء لانه حطيت لي هدف انه انا ابغى اسوي المطعم مثلا. فكان عندي هدفين هذه السنة، انه راح اسوي المطعم وراح افتح الميرش البراند حقي اللي هو بي اكس. فلما شفت النجاح على المطعم في موسم الجيمرز قررت انه افتح في البوليفارد سيتي في فالكون نست، موجود الان اللي يبغى يعني بطاطا كذا، موجود في البوليفارد سيتي، دخول مجاني وكل شيء، تروح تطلب البطاطا في فالكون نست. وقررت انه افتح فرعين، فرع خارجي في الرياض يعني مو في ايفنت وكذا، وهذا الفرع راح يفتح مره قريب ان شاء الله هذا الشهر باذن الله اذا ربك سهل هذا الشهر، والفرع الثاني في جده شغالين عليه برضو ان شاء الله انها تفتح يعني كلها. فهذا بالنسبه لبندر بطاطا. بندر بطاطا طبعا مره مشروع احبه مره، عندي له افكار مره كثير يا ولد، راح اضيف للمنيو اشياء راح تنصدمون منها كذا، راح تصدمون راح تصدمون، بس جالس اطبخه على نار هاديه يعني. فهذا مثلا بندر بطاطا. مشروع بي اكس كان شغال عليه من فتره، من وانا 1 مليون مشترك ابغى افتح ميرش، ابغى افتح لي ميرش ملابس بس ما فتحت. الان قررت انه اتحرك، لا راح افتح في 2023. ضبطت كل شيء ورتبت كل حاجه وعشان هذا المشروع، وسويت فيديو اطلاق اسطوري يعني اكيد الكل شافه، يعني فيديو كان انيميشن قوي مره. والمتجر الان مفتوح
وهذا أول كوليكشن ينزل إن شاء الله، فيه أفكار مرة كثير راح أسويها، وفوقها يعني عشان بداية السنة يلا نعطيكم كود، هذا الكود راح يخصم لكم 20% على كل شيء. أول خصمت على التيشيرت هذا كل شيء، شيكوا على المتجر راح تلقون رابط في الوصف. طبعاً وأنا أشتغل على هذه الأشياء كان أحس بضغط، لأنه أنا مو ما صار بس عندي يوتيوب، لا صار عندي شركة فيها المطعم، فيها البراند، فيها موظفين كثير مرة، أبغى أسوي أشياء مرة كثير، فضغط مرة. لكن في نفس الوقت مستمتع لأنه حاجة جديدة، جالس أجرب شيء جديد ومرة متحمس له يعني. طبعاً لا تنسون إن الكورس حقي أنا 9 شهور تقريباً، فجاء شهر 10 وقفت الأدوية حقي، وكان عادي يعني، وقفت الأدوية بالتدريج طبعاً وكذا يعني، كان عادي أموري طيبة. ويوم من الأيام وأنا جالس أتفرج فيلم مع الشباب، وتيجي لقطة مؤثرة والله ما أنسى، جالس في الصالة تيجي لقطة مؤثرة، ولما جت اللقطة المؤثرة كذا نغزني قلبي. وات، أنا من زمان ما أحس هذا شعور يعني قديم مرة. قلت للشباب يا جماعة والله إني حسيت كذا بحاجة، قالوا لي إيش كذا؟ قلت لهم يا أخي اللقطة حزينة كذا، حسيت بحزن عليها وكذا، لحظة الاستيعاب يا ولد. أنا رجع لي الإحساس كذا صدمة، لا أكيد قلتش ولا غلط ولا حاجة، وأروح كذا وأتفرج أبدأ ذا، والله أني أحس يا ولد، أحس بسعادة وبحزن وكل شيء، أحس أني رجعت للحياة، أحس أني متحمس للحياة بشكل مو طبيعي، أحس أني تعالجت الحبوب، ما عاد أنا وقفت الحبوب وأموري طيبة، بس الشعور ذا من زمان من زمان، فصدمة وخلاص، صرت مبسوط يا جماعة بشكل ما تتخيلوا يا ولد. أصور مقاطع وأنا مبسوط فل، أطلع أروح عند أصحابي أسولف مع أصحابي، أدق على أصحابي اللي في جيزان، أدق على أهلي كل يوم، أروح أسوي كذا، أروح وأنا متحمس للشغل، بندر بطاط بي إكس، أبغى أسوي كذا كذا كذا، كلم هذا الفلان فلان، خلنا نسوي كذا، خلنا نرتب لي هذه الشغلة، خلنا نسوي كذا، حماس مليون للحياة، حماس بشكل مو طبيعي. المقاطع أصورها وأنا كذا مبسوط مليون، اتوقع انا قريت تعليقات مقطع فورتنايت الاخير اتوقع اللي نزلته، في التعليقات ناس يقولون يا ولد بندر غير، بندر هذا اللي بندر نبغاه يعني، بندر متحمس زي زمان متحمس وهو يلعب، مو حتى حماسي للالعاب رجع، مخصص لي وقت العب لحالي بدون تصوير، العب لحالي اختم مستمتع، وفي وقت للتصوير والتصوير مستمتع مليون، وانا اصور زي ذا وانا اصور لكم هذا المقطع مره يعني كذا، فاهم؟ في طاقه، الطاقه هذه اللي اختفت على مدار السنين رجعت. ففي تعليقات الفتره الاخيره، المقاطع الاخيره، الكل يقول يا بندر، بندر تغير، بندر تغير بشكل حلو يعني، بشكل افضل، طاقه حلوه في المقاطع. فالصراحه يعني هذه الفتره يعني صح متاخر، شهر 10 كذا، 10 10 نص 10 نهايته تقريبا يعني، اخر شهرين 3 شهور انا تروم من جد وقفت هذا الكورس وكل شيء وانتهى، اموري طيبه ومبسوط مره صدق، هذه ذي المره بدون كذب، اني مبسوط مره وانتهى موضوعي، انا انتهت قصتي، قصه بندرتا الاكتئاب انتهت صدق ذي المره. احس انه عندي حماس مو طبيعي لدرجه انه انا شهر يناير من كل سنه، انتم عارفين انه انا دائما اخذ اجازه، هذه المره قررت اني ما اخذ اجازه، ما ابغى اخذ اجازه خلاص، انا رتبت وقتي، رتبت نظامي في الإجازات مثلا على مدار السنة، رتبت كل شيء، أحس أنه ما أحتاج، أبغى أنزل مقاطع شهر يناير. طبعا زي ما قلت لكم 2023 استفدت منها مرة كثير، هذه النصائح اللي قلتها لكم ممكن أنها تفيدكم، ممكن أنكم أوريدي يعني عارفينها وكذا، بس أنه يعني ممكن أنها تفيدكم. يعني أهم شيء أنك تكون قوي، حاول أنك يعني خلاص لا تستسلم، يعني أنا تجين فترات وكذا ولا وما أبغى أسوي مدري إيش، لكن الفترة اللي شدت فيها أنه لا خلاص، ما ترى ما راح أجلس أنا طول الوقت كذا، يعني في أشياء يا أخي من سنين أنا أبغى أسويها، مو طبيعي الميرش البراند بي إكس من وأنا مليون مشترك أبغى أسويه وما سويته إلا وأنا 14 يعني، خلاص صرت يعني 13 والى الان ما سويت، والله اللي تسوى بندر بطاطا ابغى من زمان، دحين يجي بطعم بطاطا ولا شيء يفتح وانت عادك ما فتحت، كيف هذا على شغل هذا؟ فشددت على نفسي الصراحه، وافادني هذا الشيء والنصائح اللي قلت لكم، ويعني الحمد لله بندر بطاطا ان شاء الله راح تشوفون نجاح كبير باذن الله، لان عندي افكار مره كثير. بي اكس البراند هذا اول كوليكشن، بس الكوليكشن اللي انت تظهر فيه علامه البراند، بعدها في كوليكشنات كثير وفي افكار كثير راح اسويها. صرت شريك في استوديو انيميشن قوي مره، استوديو سعودي، اول استوديو سعودي واقوى واحد صرت انا شريك فيه، وحتشوفون انيميشن واعمال اسطوريه سعوديه، هذه كلها في 2023 يا ولد. 2024 أنا من هذا المقطع أقول لكم والله عندي شغل وعندي أفكار جامدة مكتوبة ومجهزة راح أسويها، والله شيء
شيء ما قد شفته، حاجة من الآخر، يعني مقاطع متعوب عليها وقوية. وأتوقع أنكم أنتم لاحظتم شهر 11 و12 في بعض المقاطع اللي نزلت كان يعني إنتاجها قوي، مثلا جودتها قوية، هذه يعني جزء منها، هذه بسيطة. بس سنة 2024 إن شاء الله راح تكون يعني محتوى خارق. وزي ما قلت لكم شهر يناير ما راح أخذ إجازة، بس طبعا لازم أسافر، فراح أسافر يعني ما راح أقطع في القناة، راح أسافر وراح أنزل لكم فلوقات لدولة لطالما انتظرت أني أروح لها، ولكن الحظ لم يحالفني والآن أقدر أني أروح لها. فاللي يبغى يعرف تابعوني على السناب، لأنه في السناب غالبا راح أصور سنابت وكذا، راح تعرفون الدولة قبل اليوتيوب. اليوتيوب راح أنزل لكم فلوقات فيها إن شاء الله، أني أنزل ممكن 3 فلوقات كذا، أنزل لكم فلوقات. ترى من جد يا جماعة ترى متحمس مرة لسنة 2024، إن شاء الله أنه راح يعني أقدر أسوي حاجة كبيرة بإذن الله، محتوى أسطوري. الهدف الأولي في 2024 أنه أوصل 15 مليون، الهدف الكبير أنه نوصل 20 مليون. كيف 20 مليون؟ الله أعلم، يعني ممكن شوي صعبة، لكن يعني هذا هدف، الهدف الكبير. أوكي، الهدف الصغير هذا 15 مليون نجيبها إيزي، بالراحة نجيبها. فزي ما قلت لكم متحمس، تابعون على السناب. وهذا عشان هذا الكود الخصم اللي في بي اكس، زي ما قلت لكم عشان بس بداية السنة كذا استخدموا، شيكوا على المنتجات ممكن في أشياء تعجبكم كذا. والكوليكشن القادم تفجير، الكوليكشن القادم أتحدى لو واحد ما يعجبه. المهم إن شاء الله أنكم استمتعتم بالمقطع، وإن شاء الله أنه نصائحي يعني تفيدكم، وخلوكم دائما واثقين من نفسكم، كل الأشياء اللي قلتها، خلوكم قريبين من ربكم، يعني حاولوا أنكم تلتزمون بصلاتكم، تحاول أنك يعني تقرأ على نفسك، تحصن نفسك، هذه كلها ترى يعني أشياء مفيدة مرة. وتوفيق لكم، وإيه صوتوا لي صح، جوي أورد صوتوا لي، خلصتوا المقطع أنزل صوت لي، إن شاء الله نفوز. لو فوز 2024 أفوز بالجائزة، جنون كذا في البداية تفوز بجائزة. فإن شاء الله لكم بسطتم، وزي ما قلت لكم راح تشوفون مقاطع إن شاء الله حلوة، وهذا الشهر ممكن كم فلوق كذا، ونشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. مع السلامة.